אני אחיה על גלעד, בן נועם שליט, הכלוא אצל כתב אל שהיד עזדין אל קסאם. في التسجيل الصوتي لجلعاد شليت قيل له التجديد على اسم المنظمة التي قامت بخطفه كتائب عز الدين القسام كما سمعنا الذراع المسلحة لحركة حماس. يوم بعد نشر التسجيل الصوتي لجلعاد شليت ينشرون اليوم أيضا تدريبات القوى الخاطفة في أكاديمية عسكرية على اسم عبد الله العزام فلسطيني من مؤسسي القاعدة. لكل مقاتل يوجد طريقة عمل خاصة يتلقون الكثير من الدورات منها دورة تفجير وهندسة ودورات قتال أخرى. ما يزيد عن 100 ساعة دراسية تلقى فيها منتسبو الأكاديمية العلوم العسكرية في مختلف التخصصات والمجالات بالاستعانة بأفضل الوسائط التعليمية والتربوية المتقدمة. مع غطاء على الرأس أمام الحاسوب وبجانبهم المواد المتفجرة يتعلمون كيفية تحضير المتفجرات وأيضا تعليم إسعاف أولي كما في كل وحدة عسكرية. دايمين ويفخر شعبنا بكم. هذه هي القوة التي ليست فقط خطفت جلعاد إنما سيطرت على غزة قبل أسبوع ونصف. هذه القوة مدربة أكثر من قوات فتح وهم في حفل التخريج يظهرون الغنائم. السيارات والأسلحة التابعة لرجال أبو مازن وضعت عليهم شارة حماس وتحولوا لأن يكون ملك حماس في هذه الأيام وفي مؤسسات فتح. الله الله أكبر الله الله الله. بالرغم من مظاهرة القوة هذه إلا أن حماس يطلب من العالم التحدث معه بالأخص من المصريين. إظهار قوة عسكرية في التلفزيون يشير أحيانا إلى ضعف سياسي.